نصف نهار 29 دقيقة. هذه استوديو شمس اليوم أكثر أو قرابة 159 مؤسسة ومنشأة تابعين القطاع العام في إضراب عام اليوم. الأكثر تفاصيل ينضم لنا مباشرة أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي اللي أعلن اليوم الصباح عن نجاح الإضراب بنسبة 96.22%. طبوبي أهلا وسهلا، مرحبا بك على شمس فم. مرحبا بك زينة، ومرحبا بميزي ومية وكافة المستمعين. مرحبا، تحياتنا ليك. إذا الاتحاد أعلن رسميا من الساعات الأولى اليوم عن نجاح الإضراب، والإضراب العام اليوم اللي في أكثر من مناسبة قلتوا لا راه ماهوش إضراب سياسي، هو إضراب اجتماعي. فهل نجم نعتبره أنه الإضراب العام اليوم هو نقطة اللاعودة بين اتحاد الشغل والرئيس؟ اولا انت والناس كل تكرر فيها السياسي، تحبوا تزونا للجامعة تحلفونا باش ما نقولوش باش نقولوا راه مش سياسي. قلنا راه وضعي اضراب اجتماعي، وراه كي نعملوا اضراب سياسي الاتحاد وجهه واضح. وراه الاتحاد ماهوش اشخاص مؤسسات، وراه الاتحاد معناها فهمني تسيروا ضوابط معناها داخلية. بما يتعلق تقولي نقطة العودة، احنا لا نحب ذلك، احنا ما عندناش قطيعة فهمني. احنا ديما نسعى للحوار ولايجاد الحلول، ثقافتنا ثقافة الحوار، والدليل على ذلك أنك تعرف أني من وقتاش خرجنا برقية الإضراب. كما كنت نقول في إحدى الإدعاءات أني أكثر من مرة قبل ما نزل برقية الإضراب اتصلت بالسيد رئيس الحكومة ولم ترد حتى على الهاتف، اتصلت بالسيد كاتب العام الحكومة كيف كيف، بالسيد وزير الشؤون الاجتماعية، وأنه تعرفوا الموقف تبناه وقت ريبتير توتال من خلال موقف الإتحاد اللي عبرت عليه مؤسساته وقالت لا شكرا احنا رانا ماناش مشاركين في هذا الحوار، وعندنا علاش قلنا مش مشاركين في الحوار. كان من المفروض انه الناس تكون عندها عقليه ديمقراطيه وتحترم الراي والراي المخالف. احنا للاسف الشديد ماكش معايا في الخط وتكون معناها فهمني ماشي، انت فهمني تعتبر تصنف تصنيف اخر. احنا اليوم بلادنا مش ناقصه توترات. نعم. بلادنا في وضع تعرف اللي العالم كله كيفاش معناها ينظر لها. حاجتنا مخرجات لايجاد الحلول. تعرفوا عام 2020 القطاع العام والوظيفه العموميه ما خدا حتى زياد. 21 كيف كيف، 22 كيف كيف. شوفوا نسبة التضخم، شوفوا غلاء الأسعار. عندنا لوائح نتاع مؤتمر وعندنا ضوابط، مش هكاك سبهلة لا ولا ناخذوا قرارات اعتباطية. عندنا مقررات اللي هي معناها رسمتها مؤسسات المنظمة بصفة ديمقراطية وهذيك اللي نتعاطوا معها. أنا اليوم شنو صار الإضراب، والناس اللي كانت تروج وتعطي في معطيات الإضراب مش وماش ينجح كذا، أنا مجاوب اليوم الخدامة وجاوبت القطاع العام بالنسبة نتاع النجاح نتاع معناها منقطعة النظير. هذا اليوم بكل ألم نقوله ما حشناش الإضراب بالإضراب. ورغم عيتونا في الساعات الأخيرة وكنا حاضرين وسمعتوا الوفد التفاوضي والأخ سامي الطاري في أحد الإذاعات كيفاش الناس يتفقوا حتى على كتيبة نتاع صياغة معينة يخرجوا لبرا تتبدل يبطلوا منها يشطوا هي ما عادش باش تتفاوض. هل احنا من الكلام اللي فهمناه دايو حتى سي عثمان الجلولي البارح كان ضيفنا وتحدثنا معاه في النقطه، على ما يبدو انه الوفد المفاوض الحكومي لم يكن سيد نفسه في القرارات. لا، اولا هو كان الناس حابه تحل المشكل. مع احترامي للمديرين العامين نتاع الادارات اللي حضروا وكفاءتهم وكذا. نعم. في حاجه لشخص اخر اللي عنده صلاحيه اخذ القرار. عنده صلاحيه اخذ القرار لو كان جاو يحبوا يحلوا المشكل. اما هم راهنوا والمعطيات اللي عندهم انه هذا الاضراب مش ينجح، وما كي تعرفي عاد الصباحيه تكثر في كل وقت وفي كل فتره وميحم على رياح من اي حاجه، ولحمه الاتحاد حلوه في بالهم الشيطنه والترهيب والتقويل والفيسبوك نتاعهم وكذا، هو مش يرهبنا ولا فهمني مش يخلينا نتراجعوا على المواقف نتاعنا ولا على قناعاتنا ولا على المسؤوليه اللي متحملين. ثم حاجه برك يا زين حبيت نوضحها برشا ناس يهللوا لها قولي فهمني. البنوك العموميه مش مدخلين في الاضراب. علاش؟ لان نظام التاجير نتاعهم يخضع للاتفاقيه المشتركه نتاع قطاع البنوك. صح. ما دخلناهمش في الاضراب. وكان دخلناهم في الاضراب البنوك ديما انضباطهم للاتحاد العام التونسي للشغل لانهم كلهم اولاد وبنات الاتحاد العام التونسي للشغل. معقول. نعم. وهناك بعض الخبراء سي طبوبي كما فيهم سي عز الدين سعيدان سي معز حديدان اللي يقولوا روى اليوم الاضراب بشكل مباشر سيضعف مفاوضات الحكومه مع الفمي. اذا كبيت القصيد انا سي عز الدين سعيدان احترامي ليه وتقديري ليه اني نستمع ليه لعديد المناسبات. نعم. ولكن حتى في التدخلات وقلت اليوم في خطابي حد ادنى من الانصاف، فاش حد ادنى من الانصاف؟ ايوه. ديما يحكوا على الدعم يقول لك الدعم مش وماشي للمستحقين وهو التكلفه نتاع الدعم. باش نكونوا متوازنين مع اني قطاعنا العام ولا قطاعنا الخاص نحبوا نجم. اعطوا الارقام اللي تعطي فيها الدوله دعم للقطاع الخاص قداش. خلي يعرف الراي العام.
اللي يعرف الراي العام، علاش ديما شيطنوا كان المواطن؟ والا تجي في المؤسسات العموميه تقول هاي نسبه معناها الدين نتاع المؤسسات العموميه، واحكي على نسبه الدين اللي تحبوا المؤسسات العموميه من عند الدوله، واحكي زاد اكون واقعي، نقول راهو كيما شركه نقل تونس ولا غيرها دورها تعديلي ماهوش ربحي لان الاجور ضعيفه في تونس، ثم سياسات معينه منذ الاستبداد منذ كذا كيفاش معناها تتعمل فهمني الاشياء هذه، فالواحد يكون معناها حد ادنى نتاع توازن، معناها احنا ديما يحكوا كان على كتب الاجور، ثم اجور اضعف من اجور تونس اليوم، قابل ان الموظف اليوم باش يعيش في الحد الادنى بالمداخيل نتاعو في ظل الاسعار وفي ظل الواقع اليوم الموجود، يجب نكون واقعيين. وفي المقابل وحتى بعض المواطنين عامة الناس اللي تحكي تقول اليوم الاتحاد يتفق مع رئيس الجمهورية في 25 جويلية، شنو اللي صار وعلاش اليوم نلقاو الاتحاد ماهوش في الحوار، الاتحاد في إضراب وفي في اختلاف في وجهة النظر بين الطرفين بين الحكومة ورئيس الاتحاد؟ نحن نرى كيف الاتحاد يأخذ قرار ولا في موقف يكون واعي، انا ما خلطوش الحبل بالنبل، ما خلطوش الاشياء، انا نقول لك لليوم للحظه هذه نفس الموقف اللي عبرنا عليه يوم 26 جويليه بكل قناعه انه اللي صار في 25 جويليه امر طبيعي وتراكمات معناها نتاع سنوات. ونعاود نقول لك موقف الاتحاد اليوم لا سبيل الرجوع الى معناها ما قبل 25 جويليه، وقلنا فرصه هذه باش نبنوا بها بلادنا، جاتنا قداش من فرصه وضيعناها، منهم الفرصه نتاع الثوره، دخلنا في غوائيه ودخلنا في تخميرات وعملنا خطوات اقوى من ياسر، واللي يجي يقول كلمه يقول له انت شعبه ولا نظام قديم، كما اليوم اللي يتكلم كلمه يقول له انت مش ترجعون للنهضه، عملوها لنا معناها فهمني الحكايه دي فهمني لبانه معناها فهمني يوم الغفاء فهمني هاي النهضه ولا انا مالي ومالكم، احنا نحكوا على مبادئ وتمشي، وكي قلنا ماناش ماشيين للحوار عندنا علاش وعندنا واجب التحفظ، معناها مش كل شيء باش يتحكي لان ثم احترام مؤسسات، ثم المجالس بمناتها، ثم فهمني مسؤوليه فهمني تتحتم عليك، ماهوش كل شيء باش يحكي لها الراي العام. عندنا قناعاتنا، تو الناس اللي مشات غاديك عملوا جلسه افتتاحيه وجلسه اخرى، كملوا الدستور هاو سي مش يقدموه، تو هذا كله الدستور تنزل على فلسه معناها يخرج فهمني، قلنا خويا ننأى بالاتحاد، الاتحاد فيه تنوع، والاتحاد اليوم ما ينجم يمشي الا في طريق واضح معناها معالم، ولكن طالما ثم مطبات وثم بلغة أخرى الحيلة في ترك الحيل، احنا الاتحاد ماهوش ميكي انا ثم تاريخ نتاع منظمة للأشخاص تزود، ولكن التاريخ يكتب المبادئ والمواقف في الأوقات اللي يلزم معناها ياخذها الإنسان، احنا عبرنا عن المواقف إن شاء الله نكونوا صائبين في هذا الاتجاه، برشا ناس يقول لك الاتحاد مستانس منذ معركة التحرر الوطني ديما موجود المرة دي خلى كرسي فارغ. نخلي كرسي فارغ كان ملي كرسي مليان مش معناها باش نضرب من بقية الاتحاد العام التونسي للشغل. وقلنا اليوم ماناش عدميين يا خويا خلي هالمضامين تخرج وشوفوها. تو شوفوا بركش نقول لك انا خويا ما حضرتش نقول لكم بارك الله فيكم وشكرا على المجهودات اللي بذلتوها في هذا الدستور ولا في هذا اما يعني مقاطعتكم كاتحاد للحوار مش بشرط هي راكم رافضين للدستور الى حين تشوفوا النسخه. كيما الدستور شوفوا احنا مازلنا ما اتفقناش احنا من المرسى بدينا نقفوا كيما يقولوا شفتي حق الاضراب البارح في المسوده اللي خرجت في احدى الجرائد كيفاش ولوا يحكوا على حق الاضراب واللي نفاوها وحسب اتصالاتنا حتى العميد بالعيد نفاها النسخه هذيك وقال مش صحيح. هي مش صحيحه ان شاء الله تكون مش صحيحه، هذاك عارك اخرى مش تولي زاد يجروا فيك للمعارك معناها فهمتني، ثم حاجات تفرض عليك ماكش انت تختارها، لو تخسر انت اليوم احنا اخترنا فسخانه وفتعب وفي الدنيا فهمتني والعالم يتفرج فينا يقول لك واحنا باش نعملوا نضال والنضال هذايا ولا الاضراب، حاولنا نتجنبوا حاولنا كذا ولكن اليوم المسؤوليه عند الطرف المقابل، او قبل ما نمشي للهيئه الاداريه الايامات القادمه نعم او عندهم فرصه يحبوا يعيشوا بالحوار من غدوه يتفضلوا واحنا مستعدين. انت هنا في اشاره للاضراب الثاني المرتقب بالوظيفه العموميه. ما لا احنا الاتحاد قام بتحركات نضاليه ويقول للخدامه المنظورين يقول لهم شكر الله وسعيكم ما عملتوا اضراب بارك الله فيكم. بطبيعه الحال المسيره النضاليه في التواصل نعم. في اطار قانوني في اطار مؤثر من اجل تلبيه الاستحقاقات نتاع العاملين بالفكر والشعر. النطق الرسمي للحكومه يقول وانه الاتحاد طالب 1000 مليار زياده اللي هو مبدئيا ما فماش امكانيه باش. والله ما نحبش نتجر للمواضيع هذه اقسم بالله راهو نتلز ساعات
كما قال راه عندنا اتفاق، قول له بجاه ربي، انا قلت لهم في الخطاب بجاه ربي هبطوا على الفيسبوك ولا على السيت نتاعكم خل تشوفوا الناس الاتفاق المصحح مع اللجنه الخمسه زائد خمسه، واذا حتى المصحح احنا خويا تو نعتذروا لكم وقت يزي شنو ما فماش منه المبلغ هذا مش صحيح؟ يا بنتي شنو 1000 مليار؟ انا ما نعرفش الارقام، شنو الارقام هذه نتاع اتفاق 6 فيفر وعملنا فيه تنازلات وبدا يصدر في الرد الرسمي، جات 25 جويليه رئيس السلطه التنفيذيه يقول انا ابن المفخرين والمهمشين وانا مع الخدامه وانا مع الناس هذه وقدراتها المعناها المعيشيه ضعيفه وغيرها. اي وينك انت اليوم؟ 25 جويليه حبست الدنيا يقول لك وين هي الخدامه وغيرها. اليوم تقسم ادوار حتى في الخطاب وفي المواقف، انت تتصور انت دور خطاب اليوم رئيس الجمهوريه وما تقوم به السلطه التنفيذيه اليوم من اصلاحات ومن مراسيم اللي فيها اقروا المراسيم تبعوا المراسيم تو تشوفوا شنو قاعد يصير في تونس اليوم، معناها هكاك زعما حكومه تعمل وحدها ثم تقاسم ادوار والحيله في ترك الحيط، وذاك علاش الاتحاد اليوم ثم ضرب للمصداقيه وثم ازمه تعطيق حاده فني اللي هي اتحاد ما نجمش يحط يديه في حاجه اللي مش غدوه تتحسب عليه وتتحسب على الشعب التونسي وتتحسب على المنظمه. تنجم تعطينا المبلغ بالضبط سي طابوبي قداش في الزيادات باش تمشي ولا مبلغ شنو؟ بعيد على ال 1000 مليار شويه تبرع حتى 5000 مليار نعم، لكن ثم حاجه موجوده فهمني تطبق تطبق وشنو 1000 مليار وغيره وكذا. احنا ما نعرفش الاتفاق يحكي عليه 6 فيبري تقريبا ولا قداش ولا على المفاوضات. المفاوضات ما حبوش قال لك ما ناخذ القرض من صندوق النقد الدولي، تو معقول هذا؟ تو مش نقدر راهين ناخذ قرض من صندوق النقد الدولي؟ وانت حر اليوم هذا انت تشرف على السلطه في ذاك السلطات الكل اليوم زاد من واجبك بالشعبك جاع. قلت لك في العالم الكل، في العالم الكل بعد الجائحه نتاع كورونا وبعد نسبه التضخم اللي عندها تداعيات كبيره على المخبة الشرائي الحكومات الكل بصفه تلقائيه زادت الخدمه نتاعها. المغرب نحت الدعم في الفترات هذه رجعت الدعم الا نحن في تونس في اكثر من هذا. تو كنت نحكي عندنا 13 اتفاقيه في القطاع الخاص ضد الفرايد الرسمي هذه تابع الحكومه، عندهم 10 اتفاقيات تو راكبين في رئيس الحكومه عندهم قداش؟ ما تخرجوهمش باش يمشوا الفرايد الرسمي يصححوهم. نعم، بالتالي في الوضع هذا ما زلتوا تستناو في مبادره اخرى او خطوه من الطرف الحكومي او من رئيس الجمهوريه للحوار؟ احنا حاضرين يحبوش تو للحوار، احنا مو موجودين، اما نحبوا حوار الجاد والمسؤول، ما نحبوش حوار نتاع مجرد صوره اعلاميه ميداتيك لا اكثر ولا اقل، هذيك نرفضها. تحب الحوار، احنا رانا دعاة حوار ونتاع حوار. نعم. وفي خطابك اليوم اللي لفت الانتباه سي طابوبي وانك توجهت برساله الى ما وصفتهم بالمستشارين في حواشي القصر اللي تقول لا مكان للخونه في الاتحاد اليوم. لا مش في حواشي القصر، مش نقصد ما نقصدش المستشارين في القصر، لا 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 لا. لا عندنا بعض مستشارين اخرين اللي هم يحاولوا يتقربوا بالحواشي نتاع الرئيس والنصح وقريب يقولوا له يا سيد رئيس الجمهوريه ايجا القياده دي كاين منصبه تنصيب هزها وراهي ضدك وكذا. ما كي تعرف برشا صباحيه موجوده في كل فتره زمنيه موجوده. واضح. ختاما الهاشمي نويره وميا القصوري معي في البلاتو يحبوا يتفاعلوا معاك سي طابوبي، نبدا معاك الهاشمي نويره. تفضل هاشمي. اهلا سيد الامين العام. اهلا، شنو احوالك سي الهاشمي؟ الحمد لله الحمد لله. احنا نعرف انه سيد الامين العام في اي مفاوضات فما الادنى والاقصى، شنو الادنى للاتحاد مش ممكن يتنازل عليه وحتى ترجع الامور الى ما كانت عليه في العلاقه بين الحكومه والاتحاد؟ تو انا مش نتفاوض سي الهاشم وانت سيد العارفين وقيدومنا، مش نعطي الارقام تو في المفاوضات، يجوا يعطونا هم شنو اللي عندهم في جرابهم من حاجات واذا لقينا حاجات اللي قادره باش تنحي التوتر وتقدم تو نتفاعلوا معاهم ايجابيين. اما الناس مسكرين يقول لك صح بح مانيش عارف حد. واضح. شكرا لك امين عام اتحاد شغل نور الدين طابوبي على تدخلك معنا لفات الحوار كاملا مع امين عام الاتحاد، تلقاوها على صفحتنا شمس فهم او صفحه البرنامج استوديو شمس.